لا أظن أن هناك معلما لم يسأل هذا السؤال المعروف والمشهور، وهو كيف أحفظ الكلمات الجديدة وما هي الطريقة الفضلة لعدم نسيانها. فيسأل هؤلاء السائلون هذا السؤال ويبحثون عن الإجابة في الشبكات الاجتماعية وفي المواقع الإلكترونية، ويقضون ساعات بغير فائدة في الاستماع إلى الناصحين الذين يأتون بأساليب عجيبة جدا وبنصائح تستغرب منها كثيرا. فهل نسي جميع هؤلاء أن الهدف الأساسي من حفظ الكلمات هو استخدامها؟ حتى إذا ولدت في رأسك فكرة من الأفكار تستطيع أن تستحضر كلمة مناسبة للتعبير عن هذه الفكرة، أو إذا مرت بك كلمة من الكلمات في كتاب ما أو في مجلة أو في جريدة تستطيع أن تفهم معناها، فيا صديقي حاول أن تستخدم جميع الكلمات التي تتعرف عليها. فمثلا عرفت اليوم في الدرس 10 كلمات، فحاول أن تنشأ كلاما جديدا من عندك مستخدما لهذه الكلمات. أو تمشي في الشارع تلتفت يمينا وشمالا، تنظر هنا وهناك، فاسأل نفسك هل تستطيع أن تعبر عما تراه؟ هل تستطيع أن تتحدث عن جميع الحوادث التي تحدث معك أو مع أحد أصدقائك؟ هل تستطيع أن تصف الأخبار؟ حاول أن تتكلم، حاول أن تستخدم هذه الكلمات، فانطق بها حتى تسمع صوتها، فبهذه الطريقة تستقر في رأسك. فليس هناك طريقة أفضل لحفظ الكلمات من استخدامها، لأن هذا هو الهدف من حفظها أصلاً.